المشروع الثاني في زمن في بنسميه العيش في الزمن الصعب، زمن شهوة، زمن فلوس. هو كان بيقول ايه؟ بلد شهادات، لا زمن فلوس. في زمن الفلوس ده كل الناس، وانا بقول ان دي آفة كتير من شبابنا النهاردة، ان هو عايز يبقى غني في يوم وليلة من مفيش، مشكلة كبيرة. فانا عايزك تبقى غني بالحسنات، دي اسهل من الغني بالفلوس. وغني بالحسنات، لما تبقى غني تبقى مليونير حسنات، يوم القيامة الدنيا دي على تراب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الأرض والجبال والسماء كل ده هيروح، وتبقى أنت الغني، غني بالحسنة. تقصد يعني الغني هو الله سبحانه وتعالى، أنت تبقى غني بالحسنات، مليء مالتي مليونير. هي يعني إيه مالتي الأول؟ مالتي مليونير يعني حسنات. حسنات إزاي؟ هقول لك حاجة، ختمة واحدة للقرآن في الأيام العادية الحرف بعشر حسنات. الرسول قال كده، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ده عشان ما حدش يتصور إن هو يعني إيه مش مقصود. عشان كده أنا حاولت أحسبها عملا بأمر رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى ثلاث حروف بثلاثين عدد حروف القرآن، فعشرة 33 مليون حسنة تقريبا، 33 مليون حسنة تقريبا. بمعنى لو انك انت ختمت القرآن ختمة من الحمد الى الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وقريت المصحف كله من الجلد للجلد الحد الاخر، من الجنة والناس، كده 33 مليون حسنة إذا تقبل الله عملك، إذا احتسبت الأجر عنده. لا ده مش 33 مليون بس، ده 33 مليون حسنة يحبطوا 33 مليون سيئة، اتمسح 33 مليون سيئة. طب ده في غير رمضان. اذا جينا في رمضان والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل ثواب عمره من عمرة رمضان، مش قلت لكم؟ والله انا ياما قلت اللي ما بيسمعش كلامي، مش قلت لكم حج قبل الا تحجوا؟ ده سيدنا النبي قال كده، ما انتش عارف اليوم هتعمل ايه. مش قلت لك اعمل عمره قبل ما تحرم من العمره؟ اهم قفلوها. اللهم افتح ابواب الحج والعمره للمسلمين، اللهم لا تحرم مسلما مشتاقا، اللهم إنا نسألك أن تيسر الحج والعمرة للمسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن يا رب. أرجوكم افتحوها. أنا مش عارف، أنا بتساءل زي الناس في الشارع. الناس في الشارع بيقولوا هم عمالين يحاربوا العمرة ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان فلوس؟ ده استيراد اكل الكلاب والقطط والشوكولاتة واللعب الاطفال قد الفلوس اللي بتنفق في العمرة من العملة الاجنبية المزعومة عشر مرات او مئة مرة. بيحاربوا العمرة ليه؟ عشان انفلونزا الطيور، ده ما الناس بتموت اهي على الصحراوي وعلى الزراعي وعلى
في الطرق السريع قد اللي بيموتوا 100 مرة. سيبوا الناس تعتمر الله يرحمكم. وانت ما تخافش اذا ربنا ييسر لك فرصة تقول لواحد اخبار العمرة السنة دي ايه؟ قال لي والله متردد اروح ولا مروحش. قلت له سبحان الله، ما تقطعش عادتك عشان ربنا ما يقطعش عنك عادته. يا رب يوصل الكلام. ثواب العمرة في رمضان، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عمرة في رمضان كحجة معي. عمرة في رمضان كحجة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، طب ثواب ختمة في رمضان، الأعمال بتضاعف، مش هتبقى ب 33 مليون بقى، مش هتحبط بس 33 مليون سيئة، ده ختمة في رمضان دي هتبقى فوق، هتطلع فوق، هتعمل نطرة نطرة جامدة معاك. يلا اعقد العزم انك تعمل 3 ختمات في رمضان، كل 10 أيام ختمة، كل يوم 3 أجزاء. سهلة جدا، سهلة جدا. أنا أعرف ناس بيختموا كل يوم في رمضان. أنا أعرف الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي كان يختم في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل، خلاف ما يقرأ في الصلاة. قل لي مستحيل، قلت لك أسكت، ما تقولش مستحيل، أنت ما تعرفش. قل لي ما حاولت أعملها ما نفعش. هو أنت عايز تعملها كده أحاول؟ لا، دي محتاجة يقين وحال مع الله وبركة من الله وتيسير من الله، وتكون حافظ القرآن مية زي ما بيقول الشيخ الحويني. يقول لازم تبقى حافظ القرآن مية مية، يعني كده عشان تقدر تختم القرآن مرتين في اليوم. لكن أنا بقول لك من النهاردة انوي. يقول مش هقدر، الوقت والتعب والشغل، وانت عارف يعني في رمضان بتبقى الدنيا زحمه والمشاغل كتير. ما تسيبش المصحف من ايدك، يعني الوقت اللي بيضيع في المواصلات ده اقرا فيه، اقرا فيه وانت قاعد قبل المغرب مستني 5 دقايق قبل المغرب على ما يحطوا الفطار، اقرا فيه، ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت، بس انوي واستعن بالله وربنا هيساعدك. 3، هو كان المشروع الاولاني ايه؟ خليك صاحي معايا احسن اطلعك بره. المشروع الاولاني كان ايه؟ المشروع كان ايه؟ كان احتساب الظمأ لتروى يوم القيامة. 2، كان كيف تصبح مالتي مليونير. برضو بلاش مالتي، ازاي تبقى مليونير كبير، مليونير حسنات يوم القيامة، يبقى كل بتوع فلوس بيحسدوك، انت معك حسنات وفلوسهم راحت. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ما أغنى عني مالية، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فلوسك مش تنفع يوم القيامة، انتهينا. اللي هينفعك يوم القيامة الحسنات. عايز 33 مليون حسنة جاهزين، ختمة بتركيز